بالفيديو خديجة تعلن استسلامها بعد صراع طويل. شاهد ماذا قالت في آخر ظهور لها. إذا كنت مسلما فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. اللهم أعطِ خديجة القوة والصبر في مواجهة هذه المحنة. واشفي أخينا هشام. خديجة الزوجه الصباره التي تواجه واحده من اصعب الفترات في حياتها تجد نفسها محاطه بالالم والمعاناه نتيجه تدهور الحاله الصحيه لزوجها هشام في ظل هذه الظروف الصعبه ورغم الغربه والبعد عن عائلتها وعائله زوجها تلقت خديجه دعما معنويا كبيرا من احدى صديقاتها المقربات التي زارتها في المستشفى ليله البارحه وهذه الزياره كانت بمثابه دعم نفسي لخديجه التي تشعر بالوحده في الغربه صديقتها لم تاتي فقط لتواسيها بل قدمت لها دعما نفسيا كبيرا محاوله ان تخفف عنها بعضا من هذا العبء الثقيل وبعدها نشرت خديجه عده رسائل مؤثره على حسابها في انستغرام تعبر فيها عن مشاعرها المتضاربه فبعد ان كانت تؤكد على صمودها وقوتها في مواجهه هذه المحنه اكدت في رسائلها الاخيره استسلامها للالم قائله ان الصبر لم يعد كافيا لتجاوز ما تمر به والصديقه التي زارتها لم تكتفي بتقديم الدعم المعنوي بل ناشدت متابعي خديجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها ولزوجها هشام قائله اختي خديجه من اعز الصديقات الى قلبي اريد منكم ان تدعوا لها ولزوجها هشام بالشفاء اللهم ارزقه القوة والصبر والعزيمة وشفاء لا يغادر سقما كلماتها حملت املا كبيرا بان تعود الايام الجميلة الى حياة خديجة وزوجها وعبرت خديجة عن امتنانها الكبير لصديقتها قائلة: اللهم احفظك لي يا اختي العزيزة الحمد لله على كل حال ورغم كلمات الشكر كانت مشاعر الحزن واضحة في رسائلها الاخيرة حيث كتبت عن الالم الذي في قلبها وعن معاناتها من الوحده، في احدى رسائلها كتبت: لم يكن فراقا عاديا، لقد كلفنا الكثير، بكيت حتى جف الدمع في عيني، وتالمت حتى تشتتت روحي. المحنه التي تعيشها خديجه تفوق قدرتها على الاحتمال في بعض الاوقات، لكن دعم متابعيها يعطيها طاقه ايجابيه في هذه الظروف.